بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم الصابر والمصابر والمناضل، الصامد أمام كل الآلام والمحن والحرب وتبعاتها وأهوالها ومآسيها. أيها اليمنيون الأحرار، يا من تجسدون أديم هذه الأرض الطاهرة وأصالة إنسانها وقوته وجلده وتحمله وإيمانه بالحرية والكرامة والانتماء للوطن والأرض والقيم الإنسانية، أحييكم بتحية الكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية. تأتي الذكرى السابعة لثورة 11 من فبراير المجيدة، واليمن ما يزال يكافح من أجل بقائه بلدا حرا كريما سيدا في وجه الأعداء الظاهرين والأعداء المتخفين. لقد فتحت ثورة فبراير المجيدة الأمل أمام اليمنيين ليغيروا واقعهم البائس الذي صنعه المخلوع علي صالح، حتى يتم السيطرة عليهم وسرقة ثروتهم ومستقبلهم. جسدت ثورة 11 من فبراير في عام 2011 تطلعات الإنسان اليمني للانعتاق والتحرر من الهيمنة التاريخية على السلطة والثروة والدولة والمجتمع، والتي تجسدت في استئثار سلطوي عائلي جهوي سلب الشعب موارده وقواه وثرواته وقوته. مثله حكم علي عبد الله صالح بهوسه للسيطرة والانفراد على السلطة واحتكاره لها في عصبيته وعائلته. لقد عمد المخلوع علي صالح إلى تخريب وإضعاف مؤسسات الدولة، فلم يبقي لنا لا إدارة واعية تدير موارد البلاد بنزاهة وتخطط للمستقبل، ولا قضاء نحتكم إليه، ولا حتى جيش يدافع عن هذا البلد في أوقات الشدائد. وعندما هبت رياح الحرية في 2011 في 11 من فبراير، رياح الثورة الشبابية الشعبية السلمية، كسر شباب الثورة السلمية الحاجز العتيق وأسقطوا رأس الفساد والاستبداد والفشل، ومضوا واثقين نحو إقامة دولة العدل والحرية والقانون والديمقراطية والرفاه وحكم القانون. غير أن الانقلاب الذي قاده المخلوع صالح وميليشيا الحوثي بدعم من إيران أدخل البلاد في أتون صراعات وحرب مدمرة، وفتح الباب أمام التدخل الخارجي. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، اليوم تزداد الأخطار التي تحيط ببلدنا نتيجة الجرائم والمؤامرات التي يرتكبها ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في اليمن. كثير من اليمنيين لم يكن لديهم مشكلة في البداية مع التحالف العربي الذي أعلن أنه سوف يساند الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي في إسقاط الانقلاب ومساعدته في إنجاز ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية على ضوء المرجعيات الثلاث: مخرجات الحوار الوطني، قرارات مجلس الأمن، واتفاقية نقل السلطة. لكن مع مرور الأيام اتضح أن التحالف يمارس الكذب والخداع ويعمل على تنفيذ أجندة خاصة به لا علاقة لها بمساعدة اليمنيين ولا دعم الشرعية ولا تنفيذ قرارات مجلس الأمن
بل على العكس من كل ذلك تتعارض معها جملة وتفصيلا. أجندة غير مشروعة يقوم بها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. تتعارض هذه الأجندة أو تتمثل هذه الأجندة في إضعاف السلطة الشرعية وابتزازها. تعمل هذه الأجندة على منع الرئيس الشرعي وكبار مسؤوليه وقادة الأحزاب السياسية من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المحررة. ورفض تسليم الموانئ والجزر والسواحل والمطارات في الأراضي المحررة التي تشكل حوالي 70% من الأراضي اليمنية، رفض تسليمها إلى السلطة الشرعية. إضافة إلى بناء السجون، بناء سجون خاصة خارج سلطة القوانين اليمنية. هذا فضلا عن القصف العشوائي وتدمير البنية التحتية وحصار الشعب وتجويعه. هذا إضافة إلى دعم وإنشاء وتشكيل ميليشيات مسلحة تتمرد على السلطة الشرعية وتناوئها. إلى تحالف السعودية والإمارات الذي يدعي أنه جاء لدعم الشرعية في اليمن، استغليتم انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ودعم إيران لهما وانقلابهما على الشرعية في صنعاء لتمارسوا احتلالا بشعا ونفوذا أبشع على اليمن العظيم. أنتم ومنذ 3 سنوات تعملون على تدمير اليمن أرضا وإنسانا، تسعون إلى تقسيمه إلى دويلات، تقوضون كيانه، تعملون على إبقاء جنوبه محتلا وشماله غارقا في الفوضى والصراعات. تريدون أن تجعلوا اليمن شماله وجنوبه في مرحلة لا دولة حتى يسهل عليكم الاستمرار في احتلاله والسيطرة عليه. لقد انحرف تحالفكم، لقد انحرف تحالفكم بأجندته من مساند للشرعية إلى مقوض لها ومنقلب عليها ومحتل للبلاد ومدمر لوحدته الوطنية وخطرا بالغا على سلامة أراضيه. الأمور بالنسبة لنا واضحة مثل وضوح الشمس في رابعة النهار. كل منطقة يتم تحريرها ولا يتم تسليمها للسلطة الشرعية هي منطقة محتلة. يتعين على كل يمني وعلى كل يمنية أن يعمل من أجل تحريرها كواجب وطني مقدس لا يعلو عليه شيء ولا يسبقه شيء. اليمن العظيم يرفض القهر ويرفض الظلم. اليمن العظيم يرفض كل مظاهر الهيمنة والاحتلال. هذا هو تاريخنا ولن تجد له تبديلا. إلى الرئيس هادي وحكومته وقادة الأحزاب السياسية في الرياض، إنه من العار أن يناشد المسؤولون اليمنيون دولة الإمارات السماح لهم بتصدير النفط والغاز. من العار أن يناشدوا دولة الإمارات السماح لهم بإدخال بضائع عبر الموانئ اليمنية على سبيل المثال. إن على السلطة الشرعية أن تتعامل باحترام، تتصرف باحترام مع قضايا شعبها الذي يعاني الأمرين من الانقلاب ومن الاحتلال، الذي يعاني من الحصار المفروض عليه ومن انقطاع الرواتب وانعدام الخدمات. عودوا إلى الوطن واعملوا من هناك
قودوا معركة دحر الانقلاب واستعادة الشرعية من عدن ومأرب. كونوا زعماء حقيقيين. من أخبركم، من قال لكم أنكم مجرد عمال بالقطعة هنا أو هناك؟ أدعو الرئيس هادي وحكومته إلى العودة إلى أرض الوطن ومواجهة التحديات وجها لوجه. الرئيس عليه أن يدرك أن وجوده بين شعبه يعطي الأمل ويشير إلى أن هناك جدية في التعامل مع الأحداث والأخطار المحيطة بالبلاد. إن إنهاء الانقلاب والاحتلال معا وبسط سيطرة الدولة على جميع التراب الوطني من سقطرة إلى صعدة، ثم الاستفتاء على الدستور الذي توافق عليه اليمنيون وتمت صياغته بناء على مخرجات الحوار الوطني، ثم الذهاب إلى الانتخابات المختلفة لإقامة اليمن الديمقراطي الاتحادي متعدد الأقاليم، هو الطريق الأوحد لبناء سلام وسدام في اليمن. أيها اليمنيون الأحرار في كل مكان، في كل قرى اليمن ومدنها وسهولها وجبالها وديانها وسواحلها، أيها الأحرار، لقد كانت تطلعاتنا وأهدافنا واضحة، لقد كانت تطلعاتنا وأهدافنا واضحة وجلية. إنها أهداف كل إنسان حر على هذه الأرض، أن نحيا أحرارا ونتمتع بالكرامة التي يستحقها كل إنسان، أن نتمتع بالمساواة والعدالة في وطننا وفي أرضنا وفي بلدنا. لم نتجنى على أحد ولم نطلب شيئا ليس لنا. هذه الأرض أرضنا، هذه اليمن يمننا. ليس من حق أي أحد الادعاء بملكيته واحتكاره واستعباد بنيه. لقد خرجنا رجالا ونساء، شبابا وكهولا، ساسة وعمالا وموظفين وتجارا، حزبيين وقبائل ومدنيين، من كل فئات الشعب، من كل جهات اليمن، من كل مذاهبه ومناطقه ومحافظاته، في كل شبر من أرض اليمن خرجنا، يوحدنا نداء الحرية والكرامة والتطلع لدولة القانون والديمقراطية والمساواة والفرص المتساوية والرفاه. توحدنا أشواقنا في الالتحاق بالمجتمعات الحرة والحديثة التي تختار حكامها وتغيرهم بإرادتهم الحرة سلميا عبر الديمقراطية والانتخابات النزيهة والتنافس السلمي على نيل رضا الشعب وتأييده دون عنف ودون إرهاب ودون فساد ودون استبداد. إذن نحن لم نخطئ، لم نجرم، لم نعتدي. لقد واجهوا تطلعاتنا السلمية المشروعة، واجهوها بالقتل والعنف والغدر والخيانة. واجهوا نداءاتنا السلمية ونضالنا من أجل الحرية والعدالة بالغطرسة والإرهاب والميليشيا والانقلاب والاحتلال والهيمنة، لكنهم لن يتمكنوا من كسر إرادتنا وعزمنا، لن يتمكنوا من كسر إرادتنا وعزمنا. سيرحلون وستبقى اليمن، سنحرر بلدنا منهم جميعا. نعم، سنحرر بلدنا من الاحتلال والهيمنة السعودية الإماراتية ومن الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا معا،
وسنقيم دولة الحرية والعدالة والديمقراطية والرفاه وحكم القانون. هذا قدرنا ووعدنا وميعادنا. ويسألونك متى؟ قل عسى أن يكون قريبا. أيها الشعب اليمني العظيم، على مر التاريخ كنتم أقوى من المحن والشدائد، ولا شك أنكم قادرون اليوم على تجاوز كل الصعوبات والمؤامرات التي تعترض طريقكم. حافظوا على إيمانكم بأنفسكم، بوطنكم، بقدرتكم على التحدي. حافظوا على روح سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وفبراير. حافظوا على هويتكم اليمنية، على أسمائكم اليمنية، على روحكم اليمنية، على ترابكم اليمني، وسيكون النصر حليفكم. إلى شباب الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، المعركة لم تنتهي بعد. صحيح أن الثورات المضادة ومحاورها الإقليمية حولت بلداننا إلى بحيرات من الدم وسجون كبيرة، لكن هذا الجنون ليس قدرا محتوما. سوف تنتصر شعوبنا في النهاية، فالحرية أقوى من الاستبداد. إن ما يجمع قوى الأنظمة المنهارة مع حلفائها الإقليميين، إيران، الإمارات، السعودية، على اختلاف محاورهم، هو الخوف من التغيير الذي بشر به الربيع العربي. هذه الأنظمة الدكتاتورية فيما سمي الجمهوريات الوراثية كانت مرتبطة بنظام إقليمي وعالمي يعمل على دعمها ورعايتها. الآن تواجه الشعوب التي ثارت من أجل الحرية والكرامة والاستقلال والديمقراطية ودولة القانون والتداول السلمي للسلطة، تواجه بالفوضى وبالحرب. كل دعاوى الدكتاتوريات والأنظمة الطائفية والطغيانية حول التنمية والاستقرار والاقتصاد وتوفير فرص العمل، كل دعاويها والتي تحاول أن تقدم كل ذلك بديلا للإرادة الحرة للمجتمع وديمقراطيته، هي دعاوى كاذبة. أثبتت العقود الماضية كلها بأنها زائفة ومضللة. لم يقوموا بتنمية ولا ببناء اقتصاد، بل راكموا عوامل الانفجار ومسبباته. فشلوا في التنمية وفي الديمقراطية معا. إن البديل عن مسار الربيع العربي هو الميليشيات الطائفية والانفصالية والدينية وجماعات العنف والإرهاب. أيها الأحرار في كل مكان، في سمائنا اليوم غيوم سوداء داكنة. في سمائنا اليوم غيوم سوداء داكنة لقوى غاشمة تتشبث بالماضي وبالتسلط والهيمنة على الشعب. لكن انتماءنا للقيم الإنسانية ولعصرنا وعالمنا وتطلعاتنا، وإيماننا بقيم الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية وحكم القانون التي قدمها الربيع العربي، أكبر من أن تبددها غيوم عابرة محكوم عليها بالأفول والزوال. النصر حليفنا. المجد والعزة لشباب الربيع العربي في كل مكان. المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للمعتقلين والمخفيين قسريا، والنصر للربيع العربي ولقيم الربيع العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.